السلام عليكم وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. أنا اليوم في طريقي متوجهة لبرنامج إيفنت منظمينه مجموعة من المتاجر على رأسها متجر جوانا، متجر للحاجات بتاعت الأنيمي وبرضو الكي بوب وحاجات يعني يابانية وكورية ثقافية. عاملين الإيفنت في مركز فيصل الثقافي في الرياض، الخرطوم الرياض. فأنا ماشي البرنامج دي وحاخدكم معايا ناخد فكرة عنه. يلا بينا. معانا الاخ اسامه فتحي، يقول استاذ اسامه فتحي. اسامه فتحي، اهلا وسهلا بك. طبعا انا اسامه هو اللي عرفته عن طريقه عن الايفنت دي. انت واحد من الادمنز او المدركز بتاعين الجروب بتاع انمي السودان، مش كده؟ طيب ما كنت متوقع اصلا في السودان يكون في ايفنتس يعني بالحجم ده. نعم، الايفنت اصلا الاوتاكو في السودان كمية كبيرة، والأنمي ذات بقى ثقافة. كلامنا من 2019 ولقدام البازلات في الجامعة بقت تكتر، فبدأت يعني الأوتاكو بدأ يطلعوا حبة حبة كده لما بدوا يكسروا المجتمع بأنه يقول الأنمي للأطفال وأنه كرتون. أيوه فعلا، احنا في زماننا كان كده، كان الكرتون يعني الأنمي يعني كرتون. نعم. هو أنيميشن كابتن ماجد وسالي وليدي ليدي والحاجات دي للأطفال أساسا. بس الفكرة تغيرت شوية. الأنمي حاليا ثقافة في السودان، بقى ثقافة في الجامعات موجودة الحاجة دي. في الجامعات أكثر، في الجامعات موجودة بصورة أكثر، في أي بازار في أي معرض بتتعامل الأنمي بتكون قاعد حاجة ثابتة، يكون في ركن لل في ركن للأنمي. أوكي طيب، مبسوط بالمانجا طبعا. هاي ظابطة شديد طبعا. أوكي شكرا لك يا أسامة، تسلم كثير. العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. تسلم. معايا هنا ضيفتنا الأستاذة شيراز، هي لقبك جوانا، والشوب نفسه اسمه جوانا شوب، اللي هو أنتم منظمين الإيفنت ده صح؟ أيوه نفس الشوب ده. أيوه. طيب من متين أصلا بدأت الفكرة دي؟ فكرة الشوب نفسه؟ الشوب نفسه كفكرة حديث بدأت ثاني، لكن انا اصلا من زمان يعني كنت بعمل مشترك للبازارات، مشترك للايفنتات الزينيه، يعني كل عندي طاوله للناس الثانيه كده، لكن ما خطرت اني انا اعمل شغل كده. انا كنت شايفه النتائج كتير، لكن لما اكون شغاله في ايفنت ولا شغاله في جامعه بيسالوني انت الحاجات دي بتعمليها كيف؟ بتعمليها من وين؟ شنو لو في حاجات زي كده؟ هذا بلفت كميه من النتائج، معقوله انت ما عارفينها؟ انما من ناحيه فكرة اني انا اعمل بجد مركز، والايفنت ده اصلا انا عملته عشان اتم النتائج دي كلها سنه دي عملته بدايه تمريته في النتائج الان وفي جوه السودان، يعني عشان الناس تعرف انه في نتائج بتاع الانمي بتاع الجو موجوده في السودان. طابعنا انتو صح؟
شنو؟ أساور. أوكي. واو دي حلوة. أيوة. دبابيس. أم بيس. شكله ظريف. دي داوكي ودي كيموتشي. لاحظنا حاجة، مثلا في الصميم بدار السودان، في عازبين، في معلقين صوتيين، في بتاع الدوبلاج كده يعني. حتى الدوبلاج بتعملوه كده؟ اي كده بتشتغلوا دوبلاج كدار كدار هسه وساو بتشتغل برضه دوبلاج. ما كنت عارف. اي يعني البنتات اتعودت عشان نقدر نعرف بعض، حتى المواهب دي احنا تدعموا بعض وكده. اي ندعم بعض. احنا في الجروب بتاعنا بتاع السودان عندنا مدارس، مدارس بتاعت عندنا مدارس كتير بتاع تعليم مصري، تعليم تصميم، تعليم تعليم صوتي. ما شاء الله. يعني بنعمل برضه منافسات، احنا مقسمين على كم في جوه الجروب، مقسمين على جروبات. الجروب ده مثلا يكون فيه زول ماسكه بيعلمك الرسم. يعني في ناس اساسا ما كان بيعرفوا ما بيعرفوا يرسموا، لكن حاليا ممكن يرسموا مانجو، عندنا ناس بترسم مانجو. مين اللي بيرعاكم يا محمد؟ في جهه معينه بترعاكم ولا في؟ ما في جهه معينه بترعاكم، احنا بنانا قمنا بالحاجه دي كده موجودنا هم الشخص. ما شاء الله. قمنا بالحاجه دي ما في اي تواصل مع جهه مثلا السفاره اليابانيه او زي جايكا مثلا او زي جهات يابانيه؟ السفاره اليابانيه قلنا ممكن نتواصل معاه في حين عملنا ورنا نفسنا عملنا برنامج كبير، عايز ممكن نتواصل معاه في ممكن هي ذات تلقى فرصه لنفسها انها تقدم الثقافه حقتها من ناحيه فلوس، من ناحيه تعرف على الثقافه اليابانيه وحتى الاماكن السياحيه في اليابان. ايوه. طيب معانا الاخ اسلام الفنان. اسلام ما شاء الله انا شايفاك عامل اعمال جميله جدا يعني ومستوى عالي خالص، يعني انا حسيته كانه مستوى بروفيشنال. يعني دي يعني بدت لك كهوايه ومن كم سنه بدات؟ يعني هوايه يعني بديتها من انا صغير تقريبا في عمر حاليا عمري 22، من عمر يعني 13 12 سنه كده بديت يعني الرسم. طبعا انا كان حبي يعني شديد، بحب التفكير اصلا كنت شديد. ايوه. طيب يا اسلام هل في اي حد دعمك في خلال مسيرتك دي؟ لانه واضح انه دي حاجه اخذت سنين عشان تصل للمستوى دي صح؟ تقريبا 5 سنين يعني في تطور كل شيء يعني لو لاحظت في يعني الاعمال يعني بتكون شويه ما تركز زي دي مثلا يعني تقريبا حاجه ريسنت عشان كده بحاول كل شويه ادقق اكثر. في اقبال على الحاجات دي؟ في سوق ليها يعني هنا في السودان؟ ما دخلت في الحاجات دي، ما انا جديد في الشغل دي جديد فبين ده كان يعني حاولت اشارك فيه وابرز الموهبه اللي عندي. ايوه فرصه لتعريف الناس باعمالك وكده. اي شغله قدام يعني ممكن احاول اشوف يعني ايش الناس كده احاول اعرف مشارك بصوره افضل. ما شاء الله عليك يا اسلام، ربنا يوفقك. وانا حاحط الرابط، حتابعك في الانستغرام، حاحط الرابط برضه للناس تتابعوك. شكرا لك. باي باي.